بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معه بإذن الله مطبخ. أنا أتمنى من اللي بيشوف قناة لأول مرة إذا عجبكم الفيديو ما تنسونا من اللايك من الشير. معنا اليوم وصفة حلا على السريع بدون براد، يعني في أقل من شي ساعة ساعتين بنبرد وإن شاء الله بطلع طيب بناكل منه. أول شي عندي هون قالب، حطيت فيه هون نايلون، وعندي هون بسكوت، أي نوع بسكوت بتحبوه. هذه أول شي في القالب بنعملها مع حليب، بنغطس البسكوت هيك. اول شيء بنجهز القالب، بسم الله الرحمن الرحيم، وبنحط كل واحدة من البسكوت بالحليب، بنجهزهم هون في القالب قبل بنجهز الوصفة تبعنا. ممكن تجيبوا هذا بسكوت بدون كاكاو، ممكن تحطوا بسكوت الكاكاو. بسم الله الرحمن الرحيم، هيك احنا جهزنا القالب من تحت، نحطه عجاه. هلا نبلش بمقادير وصفتنا. عندنا هون لتر من الحليب، عندنا هون معلقه صغيره من السميد، معلقه كبيره من الطحين، عندي هون 5 معالق كبار من النشا، كاس الا ربع صغيره من السكر. وهلا بدنا نجيب طنجره ونولعهم، نحطهم على الغاز، نولعها على الغاز ونحطهم. هنا جبت هون عندي، بسم الله الرحمن الرحيم، هاي اللتر. انا لتر الحليب عندي مش كامل الدسم، ما حبيت يكون كامل، بس ممكن كامل الدسم بطلع اطيب. هاي اللتر كله، ندوب كل المقادير مع بعض. بسم الله، هاي النشا، نحطهم على الغاز. بسم الله، هاي السميد، ممكن تحطوا فانيلا كمان للطعم، هذا بيرجع لإلكو. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي الطحين كمان. هلا نحركهم نروح نحطهم على الغاز، بس ذوبهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، هي انا حطيتهم على الغاز، حبيت احط معهم هون معلقه من الزبده، شايفين معلقه صغيره. وهون عندي قطعه من الشوكولا، بس تدوب الزبده والخليط يصير كله ساخن منيح، بنحط اخر شيء قطعة الشوكولا البيضة. بسم الله، هاي السمنة دابت، عدو هلا بلش الخليط يغلي عنا، وبعدين بنسقط بقلبه الشوكولا. هاي بدي احط شقفة الشوكولا، بعد هاي الخليط بلش عنا بده يجهز، بس تدوب في قلبه. بسم الله، شايفين هاي الخليط عندي جاهز. هلا بدي اروح احطه في القالب والشوكولا دابت جوا. بسم الله، هاي الخليط عندي جهز وهاي القالب. بدي احط هلا طبقه من البسكوت اللي عنا على البسكوت. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي ممكن تعملوا الوان، تحطوا الابيض وتحطوا كمان شوكولا معاه. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي اول طبقه. هلا بدي احط من البسكوت كمان، احطه بالحليب. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي شايفين بدي احط هون برضه بالحليب كمان طبقه من البسكوت اللي عندنا هون، نحطه بالحليب. بسم الله، كمان وحده. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي احط كمان طبقة، شايفين كيف الخليط شد عنا مع السميد، يعني هلا كمان لما نحطها تبرد برا ونحطها في البراد اقل شي ساعة او ساعتين او قبل بيوم، لانه الخليط تقيل مش محتاج يعني وقت كتير. بسم الله، هاي نرجع نحط طبقات البسكوت، هاي كمان نجهزهم. بسم الله، هاي الطرف ممكن تحطه هون، هاي نص على الجنب اذا ما كفى هون، هاي ونرجع كمان طبقة. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي كمان طبقة. لما نخلص هلا بقية الخليط اللي عنا. بسم الله، نحط كمان مرة من البسكوت طبقات، كل
نكمل هلا هاي اخر طبقه. نفس الشيء الرز البسكوت مثل ما قلت ممكن تعملوا لون ثاني بدل الابيض، كريم باستير او شيء ثاني. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. هلا اخر طبقه بنحطها، شايفين هاي اخر طبقه حطيتها انا اللي ضلت. هلا بدي اغطيها بالنايلون، بطرف النايلون اللي عندنا نغطيها منيح هلا واحطها بالبر برا تبرد يعني بالبلكونه وبعدين بالبراد، وبنشوفها بعد ما تجهز. لازم تكون بارده، اقل شيء في البراد ساعتين، واذا قبل بيوم بكون احسن كمان. هيتنا انا سبتها اقل شيء شيء 3 ساعات هيتها بردت. هلا بدي عندي قالب بدي اقلبها فيه ونشوف كيف شكلها. هي القالب، بسم الله الرحمن الرحيم. هلا شوي شوي نرفع النايلون. بسم الله هلا هيكنا بقص البسكوت. عنده هون شوكولاته، هيتني جبت قطعتين كبار من الشوكولا حطيت معهم معلقة صغيرة من الزيت ومن الحليب حطيت ربع كاسة. هلأ بدي أحطهم هاي، شايفين هلأ حالهم هيك بس تنزل على الجوانب. طبعا أنا ما بدي هاي، بس نغطيها هيك ولحالها استوس لما ينزل. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي ننزل الصوص هياته لما ننزل على الجوانب لحاله. بسم الله. هي عندي هون فستق، حاب احط عليها كمان من الفستق، هذا اختياري طبعا. ممكن تحطوا اي نوع تاني من المكسرات، تحطوا قطع شوكولاته او جوز الهند، هذا بيرجع لكل واحد شو متوفر عنده. شايفين كيف شكلها روعة، شايفين ان شاء الله بتعجبكم طريقتها. هلا نحاول نقص بس شقفة. شوف هنا هون بعد ما حطيت الشوكولاته وسبتها تمسك مع بعض، بدي احاول نقص بسم الله شقفة معها انا. هي هاي شايفين، شايفين شكلها مع البسكوت كيف الطبقات جوا. نحاول نحطها، شايفين ان شاء الله بتعجبكم هلا طريقتها. بس تطلعها يعني بدي احط اي لسه كلها شوكولاته، شايفين شايفين البسكوت والطبقات من جوا. كتير طريقتها سهلة وطيبة، وإن شاء الله بتعجبكم طريقتها. بنلاقيكم في فيديو تاني وبأمان الله.